اصحى يا غاوي، مساء الفل على كل اخوات وحبيب قلبي اللي متابعيني بالصلاة على النبي. الدجاج الالماني في المملكة، 3 حتت الماني، شوكولاتة بالقشطة، ما شاء الله، حاجة جميلة جدا. مميزين، احجامهم حلوة، سوبر جامبو على فكرة. انا تقريبا كده الحاجات دي ما جابتش سنة، يعني انا كنت جايبهم من حوالي 2 شهر، كان عندهم 7 شهور، يعني الوقت عندهم 9، نقول 10 شهور، ما جابوش سنة. وحتى لو عندهم سنة، بالارتفاع والفخامة والجمال ده، لا هم تحف ما شاء الله. ديك ودجاجتين الماني، انا شرحت مواصفات الدجاج الالماني قبل كده في فيديو، ولكن انا حبيت اشارككم بهم كده تتفرجوا وتمتع نظرك يا غاوي. لو عاوز بقى استفسار عن مواصفات الدجاج الالماني، هسيب لك في علامة الاي اللي هتظهر لك في اعلى الفيديو ده على الشاشة من فوق، تضغط عليها هتوديك للفيديو، او في اخر الفيديو خالص هيجي لك 4 فيديوهات، صح؟ اختار لك واحد منهم، هيجي لك الشرح على الدجاج الالماني. الفيديو اللي فات بقى انا شرحت المواصفات وما قلتش الاسعار، في الفيديو ده هعرفكوا الاسعار. يبقى عندنا ايه النهاردة؟ اسعار الدجاج الالماني او الفراخ الهند عامة. عايز اقولك ديكو فرختين زي دول ممكن تجيبهم ب2000 جنيه، ممكن تجيبهم ب1700 جنيه، ممكن عند حد تاني تلاقيهم ب2500 جنيه. طب ايه الفرق؟ وما فيش اي فرق، ولكن البيع والشراء في الطيور دي اجتهادي، يعني ممكن تلاقيهم عند اسلام ب2000 وعند واحد تاني ب2500 او ب1500، وهي هي نفس الطيور. ولكن برضك عايز اقول لك على حاجة، في بقى لمسة المربي، انك بتجيبهم مثلا من واحد عنده خبرة في الطيور ديت، مواليها كويس، مروق على الطيور، الطيور صحتها كويسة. ده اهم من الفلوس يا جماعة. اللي اهم من فلوس الطير ايه؟ ان الطير يبقى مستواه عالي، صح؟ ويبقى مناعته قوية، او ما بيعانيش من امراض، يعني ما عندوش اي امراض عامة. الطير نظيف، ما فيهوش فاش، ما عندوش ديدان، ما بياكلوش البيض، مش فرخة ما بتبيضش مثلا، او فرخة بتبيض برشت. مش دي مشاكل كلها بتواجهنا ولا ايه كمربين؟ فلازم ناخد بالنا من الحاجات دي. عايزك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. لو في استفسار اكتبولي في التعليقات وانا برد على الناس كلها. انا بس حبيت اعرفكم الاسعار مش اكتر، يعني تحياتي لكم جميعا، وارقى مسا عليكم يا غاوين المملكة. اصحى يا غاوي ومتع نظرك، الصلاة على النبي.